بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، لا زالت أشواطنا متواصلة شوطا يليه شوط، وانطلاقة شوطنا الرابع عشر وشوطنا الخاص بالزمول وشوطنا الثالث الخاص بالزمول، ومن مسافة الثلاثة الخمسة كيلومترات انطلاقة سليمة وبجهود اللجنة المنظمة. إذا ما هي إلا لحظات نوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة ومع مقدمة الشوط المركز الأول صدارة الشوط مع شاهين وليد بن خضر. وليد بن خضر العبدلي على الصدارة مع مقدمة الشوط مع انطلاقة شاهين. النقلة على المركز الثاني، ثاني الأسماء الوافي سعود بن سعد القرشي على المركز الثاني، وانطلاقة الوافي مع ثاني المراكز. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات، وصل شعار المقارح مع المتحد خالد بن ناصر بن مقارح مع ثالث المراكز. المركز الرابع وصل الحذر نادر بن فرج التبكي على المركز الرابع. المركز الخامس خامس الأسماء وخامس التحدي القدوم في هذه اللحظات، ولكن لنا عودة مع الصدارة، ولكن خامس المراكز القدوم من شعار محمد بن خلفان الهاملي مع الظافر. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة وندان الأول أتممناه على مسامعكم، ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط المركز الأول. الصدارة والمقدمة مع شاهين وليد بن خضر عبدلي على مقدمة الشوط وصدارة الشوط. النقلة على المركز الثاني، ثاني الأسماء المتحد خالد بن ناصر بن مقارح على المركز الثاني. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات، وصل القادم القدوم في هذه اللحظات على المركز الثالث. شعار غاتر بن مطلق السبهان مع انطلاقة سمحون على المركز الثاني. المركز الثالث وصل شعار محمد بن خلفان الهاملي لكي يقدم لنا الظافر على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات، وصل شعار بن مطلق، وصل صوغان محمد بن مطيلب الشريف على المركز الرابع. المركز الخامس خامس الأسماء وخامس التحدي القدوم في هذه اللحظات، المتحد خالد بن ناصر بن مقارح على المركز الخامس، ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. المركز الأول مع الظافر على الصدارة محمد بن خلفان الهاملي مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط، ولكن صوغان محمد بن مطيلب الشريف على المركز الثاني مع ثاني المراكز. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات من شاهين وليد بن خضر العبدلي على المركز الثالث. المركز الرابع سمحون على المركز الرابع، غاتر بن مطلق السبهان على رابع المراكز. خامس الأسماء وصل المتحد خالد بن ناصر بن مقارع المركز الخامس، ولكن لنا عودة مع الصدارة، من غير على الصدارة صوغان محمد بن مطيلب الشريف صاحبي عوايد صاحب انجازات هنا في ميدان الطائف، وصاحب الشوط الرئيسي هناك في ميدان القصيم مع انطلاقة صوغان مع صدارة الشوط. محمد بن مطيلب الشريف مع المقدمة والصدارة. المركز الثاني، ثاني الأسماء بن خلفان مع انطلاقة الظافر محمد بن خلفان الهاملي
المركز الثالث وصل شعار وليد بن خضر العبدلي مع انطلاقة شاهين. المركز الرابع رابع الأسماء رابع التحدي القدوم في هذه اللحظات المتحد خالد بن ناصر المقارح. المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات وصل الذيب راقي بن عبد الله المكيرش على المركز الخامس. ولكن أعود الصدارة أعود إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط. المركز الأول مع صوغان محمد بن مطيلب الشريف مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط يا سلام الشريف. ولكن الهاملي غير على الصدارة مع الظافر محمد بن خلفان. الهاملي مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. المركز الثاني ثاني الأسماء مع انطلاقات صوغان محمد بن مطيلب الشريف على المركز الثاني مع ثاني الأسماء. المركز الثالث القدوم من شعار وليد بن خضر العبدلي مع شاهين على المركز الثالث. ولكن شعار المكيرش مع الذيب راقي بن عبد الله المكيرش. ولكن القدوم في هذه اللحظات وصل النواف بن مفلح البلوي مع زعفران على المركز الخامس. ولكن أعود مع الظافر محمد بن خلفان الهاملي. ولكن المكيرش يا سلام يا الذيب راقي بن عبد الله المكيرش. ولكن صوغان محمد بن مطيلب الشريف. ولكن السلوم يا الظافر ولكن الذيب والظافر وصوغان يا سلام. ولكن الذيب خلك ذيب يا الذيب ولكلتك الذيابة يا سلام. والكيلومتر الأخير الكيل الخطير يا مضمرين يا عمالقة يا متابعين مع الذيب على الصدارة راقي بن عبد الله المكيرش مع المقدمة. ولكن القدوم مع الظافر محمد بن خلفان الهاملي. ولكن القدوم من البلوي مع انطلاقة الزعفران نواف بن مفلح البلوي. ولكن الوصول من شاهين وليد بن خضر العبدلي. ولكن من القادم في هذه اللحظات وصل الشامي على المركز الرابع رزد عبد العزيز بن مرضي الحربي. ولكن اعود الصدارة اعود مع الذيب والسيد راقي بن عبد الله المكيرش مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. 500 متر اخيرة ما تبقى على خط النهاية الذيب على الصدارة. ولكن الظافر شوفوا لي الظافر لسيد محمد بن خلفان الهاملي قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم نواب بن مفلح البلوي مع انطلاق الزعفران. ولكن الشامي عبد العزيز بن مرضي الحربي. ولكن الشامي والذيب والشامي اللحظات الاخيره الامتار الاخيره الذيب الشامي خط النهايه الذيب والشامي الشامي والذيب اللحظات الاخيره الامتار الاخيره ما بين الذيب. ولكن الذيب حسمها راقي بن عبد الله المكيرش مع مقدمة الشوط المركز الثاني. كان الوصول من الشامي عبد العزيز بن مرضي الحربي المركز الثالث. محمد بن خلفان الهاملي المركز الرابع. رابع المراكز القدوم من نواب بن مثل حبلوي المركز الخامس. وليد بن خضر العبدلي إذا تانينا والناموس على فوز الذيب راقي بن عبد الله المكيرش. التوقيت 8 دقائق 22 ثانية 6 أجزاء من الثانية تانينا والناموس.